البرج فقط. الحمد لله بفضل الله خلصنا الخرسانات كلها وحاليا تشطيبات، والحمد لله خلصنا نسبة كبيرة من التشطيبات، والحمد لله يعني المشروع على أكمل وجه تم تنفيذه. قوة العمالة في الموقع تتراوح ما بين 3000 عامل وفني ومهندس وشركات مقاولين من الباطن. الوقت التوقيت اللي بنشتغل فيه 24 ساعة على مدار اليوم عبارة عن ورديتين، وردية صباحية ووردية مسائية. البرج اللي ورانا ده مساحته 4200 متر مسطح، يعني بنقول فدان، متكون من 42 طابق. ال 42 طابق دول فيهم تشطيبات داخلية على أعلى مستوى، بينطبق فيها الجيل الرابع من الإنشاءات، فيها الكتروميكانيكال الام اي بي باحسن التقنيات في مصر وفي العالم كله. شغل جديد في مصر ما شفناهوش قبل كده، لكن احنا الحمد لله احنا اشتغلناه بره في الخليج، لكن احنا الحمد لله المصريين اثبتوا ان هم كوادر باي شغل نقوم بيه، والحمد لله يعني ما فيش فينا حد اثر بمعلومه او اتاخر بمعلومه على زميله اللي ما كانش يعرفه. انا دوري في المشروع هنا كمراقب جودة، ان انا بتم مراجعة الاعمال من اي بند بيتم انشاؤه هنا او بيتم تنفيذه لازم يمر علي انا بعد مرحلة التنفيذ من مؤسسة التنفيذ واشراف والاشراف في البرج، ابدا ادقق فيه بحيث ان انا اوصل لاعلى معايير الجودة واسرع وقت ممكن، وابدا اقدمه للجهة الرقابية اللي هي فوق طبعا الاستشاري، بحيث ان هو اخذنا يعني اعلى مقدار من الجوده وفي اسرع وقت وهو يتم تثبيته او يتم انجازه بعد كده. الشغل ده يعني حاجه اساسيه لاي انسان. ثانيا ان احنا نشارك في الانجاز المصري اللي احنا فيه ده برضه في حد ذاته انجاز لنا احنا، ان احنا نشارك في الانجاز اللي بيحصل هنا في العالمين. ده شرف لنا اللي احنا شغالين هنا، وزي ما حضرتك شايف بص الانجاز، وكلها ان شاء الله بايادي مصريه. يعني مفيش تدخل اجنبي عمل لنا المشروع. المشروع المنطقة ديت أنا كنت في 98 كنت شغال في عبد الرحمن، كان ده جبال، عبارة عن جبال محدش بيخشها خالص، جبال بس من على الطريق بنشوفها. فدلوقتي زي ما حضرتك شايف ما شاء الله يعني والحمد لله الفضل لله أولا وللقيادة الحكيمة إن احنا وصلنا بالمنطقة بالجمال والحلاوة ديت. والله الواحد فرحان بيه جدا، لأن أنا كنت في الخليج كنت ببص للابراج صراحه، وكان نفسي تتعمل زيها في مصر، كان الواحد بيصعب عليه نفسه يعني. فحاجه زي كده الواحد شغال فيها ليل ونهار ونفسه يخلصوا في اقرب وقت والكلام ده كله، ونفسنا على طول ابراج يا رب. المدينه اللي كانت في فتره زمنيه قريبه جدا كانت عباره عن حقل الغام، اصبحت بفضل الله مدينه عالميه موجوده على ارض مصريه بالفعل. انا كمسؤول سلامه وصحه مهنيه من اهم وظيفة شغلي ان انا احافظ على الناس واحافظ على الممتلكات، لان انت زي ما عارف حضرتك ثروتنا هي راس مالنا، ان احنا نحافظ على العامل البشري اللي معانا. العامل لما يجي ويشتغل في بيئة عمل امنة هيشتغل وهيديني انتاجية. عايز العامل وهو شغال يبقى مطمن ومبسوط وفي امان ومش خايف من اي حاجة. المصري لما بيحب مثلا يبقى حابب حاجة او حابب مهنة معينة فبيدي طاقته اللي جواه كلها في المهنة اللي هو بيحبها. فطبعا احنا حابين المهنه وحابين يعني الحاجه وحابين مشاريع يعني مشاريع قوميه زي كده لمصر، يعني حاجه بالنسبه لنا كبيره، مشروع ضخم كبير جدا، يعني حابين ان احنا يعني تبقى يعني مصر احسن من كده بكتير بكتير. يعني احنا في منطقه البوديوم، بالنسبه للبرج بتاعنا دي اكبر مساحه بوديوم على مستوى الابراج كلها. المساحه تقريبا 45000 متر ما بين محلات وبين حمامات سباحة وبين باركنج عربيات وبين والمداخل بتاعتنا. ده أكبر مدخل موجود في المنطقة كلها، هو تحت الإنشاء لسه، فإن شاء الله بإذن الله يعني يمكن على آخر السنة دي يكون خلصان بإذن الله. أولا العالمين الجديدة دي حدث ما حصلش قبل كده في مصر، وهتبقى مدينة عالمية فعلا، مدينه هنفتخر بيها وما زال واصبحنا دلوقتي اوريدي بنفتخر بيها. لو حضرتك شفت ان المدينه دلوقتي معدل التشغيل بتاعها عالي جدا، احنا بنشوف دلوقتي حفلات بتقام في المدينه، عندنا خلاص المدينه اشتغلت، المنطقه الترفيهيه بتاعتها بالكامل اشتغلت دلوقتي. الابراج نفسها دلوقتي انت لو بصيت على الابراج دي من الارض من 3 سنين بالظبط ما كانش فيه حاجه خالص، كانت صحراء.
دلوقتي الابراج طلعت، الواجهات اتشطبت بنسبه 90% تقريبا، الشغل الداخلي شغالين فيه على اعلى مستوى، فول فينش. بنتكلم بقى عن البرج بتاعنا احنا، البرج دوت على مسطح، الدور بتاع البرج 4200 متر، الدور في البوديوم 45000 متر مسطح، يعني المسطح بتاع البرج شاسع جدا كبير. الاستخدام بتاعه هيبقى سكني، والبرج هيبقى فيه جزء مول مع الجزء الخدمي والترفيهي، لان هيبقى فيه حمامات سباحه في البوديوم، وهيبقى فيه ممشى على البوديوم من فوق وقعدات، الى جانب طبعا هيبقى فيه مول، بحيث يبقى اللي موجود في البرج مش محتاج يطلع بره البرج اصلا. احنا بنتكلم ان احنا بنحاول ننافس المدن العالميه، وبنحاول ان احنا نرفع اسم بلدنا، فبالتالي انت لازم يبقى عندك حاجه بتواكب التطورات اللي موجوده في دول العالم كلها. احنا مصر دلوقتي بقى فيها ابراج على اعلى مستوى، واحنا عندنا شركات مقاولات في مصر قادره ان هي تعمل الكلام دوت. التطوير في اي دوله من العالم لازم بتبدا بكل حاجه، ما بتشتغلش على حاجه وتسيب حاجه تقول دي هاجلها دلوقتي. احنا بنشتغل، مصر دلوقتي بتشتغل تطوير في كل المجالات، تطوير تعليم، تطوير انت بترفع من الحضاره بتاعتك. انت مش هنفضل نقول احنا حضاره 7000 سنه قبل الميلاد، لازم نعمل احنا كمان لنفسنا حاجه نفتخر بيها ان هي تمت في العصر بتاعنا.